للمزيد تنضم إلي فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. لنبدأ من تصريحات جيروم باول المرتقبة، هل الأسواق تتوقع شيء جديد وأيضا بالنسبة لتقرير الوظائف الشهري؟ يعني هلأ كمان جاي الحديث بوقت مهم، بوقت كمان كان عم تبلش تفرجينا البيانات صورة مختلفة جدا عن ما كنا عم نشهده من الاقتصاد في الولايات المتحدة من قبل. فينا نحكي عن الموضوع، ولكن التوقعات أن نكون عم نشوف تغير كبير بلهجة جيروم باول هيدا أمر أستبعده، ولو حتى كمان هالبيانات كانت عم تشجعهم لتغيير السياسة. أظن أنه من يعني المبكر أنه يكون عم بيقول أوكي نحن وصلنا للتشدد الأقصى، ما رح نكون عم نستمر بالارتفاعات، رح نتوجه إلى التقليص قريبا، لأنه كمان هيدا الشيء بخوف على الأسواق. ولكن رح يكون عم ينسأل عن هيدا الموضوع، عن الضغوطات اللي كمان هالفائدة المرتفعة عم تأثر فيها على إن كنا عم نحكي عن الشركات أو الأفراد. فلنشوف كيف رح يكون عم بيكون جوابه بالديتيلز أكثر من عناوين عريضة، خصوصي مثل ما كنا عم نحكي نحن قطاع التصنيع واللي هو نوعا ما الفيدرالي بهمه يكون في عنا تراجع في النمو، ولكن بقطاع الخدمات أكثر من التصنيع. من يمكن الأسبوع الماضي في نهار الجمعة البيانات السيئة في التصنيع، وعادت كمان يوم أمس عم نشوف بيانات أسوأ من التوقعات في الخدمات، مع يعني تراجع الانفاق الشخصي، التضخم الانفاق الشخصي كمان قريب من توقعات 2%. يبدو انه في عم تمهد الطريق، او في عنا اشارات مهمه جدا للفدرالي بانه نحن وصلنا الى تراجع في النمو، تقليص السياسه المتشدده قد تكون اقرب من التوقعات، وهذا اللي عم على القليل عم نشوف تسعيره في الاسواق بالوقت الحالي. يعني هل هذه البيانات هي التي يعني هناك تحركات مفاجئه في الاسواق؟ هل المستثمرين يعني اصابهم بعض ذعر، او على الاقل تغير في التوقعات؟ راينا الذهب الى مستويات قياسيه وايضا العملات المشفرة، ما الذي حدث برأيك؟ هلا بدنا نذكر احنا بفترة كمان نرى انه العناوين كمان بتأثر بشكل كتير كبير على المعنويات في الأسواق، ومنلاقي فولاتيليتي عالية بسبب خبر قد لا يكون عنده تأثير مباشر على سياسة الفيدرالي المرتقبة، ولكن يبدو انه كمان السوق حساس بالوقت الحالي، وخصوصي من بعد الارتفاعات الكبيرة اللي كنا عم نوصلها في الأسهم. نحن هلا في عنا صورة مختلفة، التصنيع يتراجع، الخدمات تتراجع، الإنفاق الشخصي والتضخم يتراجع، في عنا بيانات العمل اللي كمان نحن بنرتقبها بهذا الأسبوع، في عنا العديد من البيانات تتعلق في قطاع العمل، رح نكون عم نشوف كمان إذا في تراجعات، وعنا سوق الدين اللي كنا عم نحكي عنه أنا وياك هداك الأسبوع اللي عم بفرجينا مخاوف فعلا في قطاع الدين والسندات في الولايات المتحدة. طيب مع ارتفاعات كبيرة في الأسهم أين سيتوجه المستثمرين؟ وين رح يكونوا متوقعين يمكن عوائد أفضل؟ مشان هيك شفنا هالموجة الكبيرة إلى الذهب وإلى البيتكوين والعملات المشفرة كمان، اللي نوعا ما يتطلعون أن يكون في عندها إيرادات أفضل من سوق السندات اللي عم يتراجع نوعا ما، والأسهم اللي تعتبر في مستويات قياسية قد لا تؤدي إلى مكاسب كمان كبيرة. إذن لأي مستويات تتوقعين وصولها سواء الذهب أو حتى العملات المشفرة؟ يعني هل هناك استمرارية أم يمكن التصريح يغير الموقف؟ لازم نكون احنا في انتظار التصريح، قد راح يكون يمكن قلنا لا هذه بيانات، بعدنا احنا في انتظار البيانات وهذا هو وتقريب. المتوقع نوعا ما، ولكن في حال استمرت هالموجه، في حال البيانات اليوم رجعت اعادت معنويات المخاوف يمكن في الاسواق، في تكون كمان الذهب عم يرجع يكسر المستويات اللي كنا عم نشوفها يوم أمس، البيتكوين مرة أخرى فوق $70,000، ممكن جدا في حال الزخم عاد إلى. طيب فرح، بالنسبة للاجتماع المركزي الأوروبي المرتقب يوم غد والتوقع تثبيت أسعار الفائدة، ورأينا ليس هناك تغير كبير حتى على مختلف العملات، ما هو التأثير الذي سيكون بعد الاجتماع؟ يعني أظن قد لا يكون هذا التأثير الكبير. إذا بدنا نلاحظ العملات بشكل عام ما كانت عم تتأثر بشكل كتير كبير أو عم نشوف تحركات كبيرة جدا فيها، يمكن الاهتمام كان أكثر في الذهب خلال الفترة الماضية. هلأ أوكي ما نتوقع منه أنه يكون في عنا تثبيت لأسعار الفائدة، يمكن تلميح إلى متى سنتوجه إلى تقليص أسعار الفائدة. البيانات اللي ظهرت في منطقة اليوروزون نوعا ما كانت إما مثل التوقعات أو أفضل شوي من التوقعات، بشوي كمان بتعطي أريحية أكثر للمركز الأوروبي من ما كنا نعتقده سابقا. فرح مراد، شكرا جزيلا لك. شكرا.